مقاطعة، بس مصلحة الوطن دي احنا شفناها من اهالينا اللي موجودين في خارج البلاد، طبعا موجودة في داخل البلاد بالاقبال اللي احنا شايفينه على الشاشات حاليا، لكن كمان اللي موجودين خارج البلاد. يعني بنتكلم على الولايات المتحدة الامريكية اللي مش موجود في كل ولاية فيها قنصلية او سفارة. احنا بنتكلم على السفارة المصرية موجودة في واشنطن دي سي العاصمة، وموجود مثلا قنصليه في نيويورك، موجود في لوس أنجلوس في كاليفورنيا في الغرب، موجود مثلا ممكن يكون في فلوريدا في جنوب شرق. صحيح. لكن الولايات اللي موجوده في المنتصف، سياتل اللي موجوده في الشمال الغربي من الولايات المتحده، بعض الولايات في الموجوده في الجنوب، ده بيمشوا مسافات كبيره او بيطيروا بالاحرى مسافات كبيره علشان يوصلوا للقنصليه ويطلب صوتهم. يعني فعلا ده المشهد المصري بالخارج كان المثل والقدوه للامانه. يعني كان يعني مشهد رائع جدا، رمزيه المشهد في حد ذاته زي انت بتقول، يعني انه في ناس قطعت مئات الكيلومترات عشان تروح تدلي بصوتها فقط لا غير. يعني ورغم ذلك شفنا الالاف المصريين نزلوا في دول مثلا زي المملكة العربية السعودية، وهي برضو مترامية الأطراف، الولايات المتحدة الأمريكية، بتتكلم على دول مش متاح فيها اللجان، مش منتشر فيها اللجان الانتخابية بشكل كبير. لكن يعني بتجينا شكاوي أو مطالبات يا عيني المصريين مثلا في المنطقة الشرقية في السعودية، طب يا ريت بس يكون عندنا لجنة نصوت فيها. هل ممكن فيما بعد تفكر الهيئة الوطنية للانتخابات؟ لا ده ضروري. أنا لسه ما كملتش. طب أنا كنت هقول إيه؟ لا يبقى في تيسيرات اكتر على المصريين بالخارج للتصويت، الجزئيه الالكترونيه بالزبط. يعني عبر الانترنت زي ما بالظبط حصل في الولايات المتحده الامريكيه في 2012 مع الاعصار ساندي اللي منع المواطنين الامريكيين ان هم يعني يذهبوا الى صناديق الاقتراع، فاتاحت لهم السلطات الامريكيه ان هم يطلبوا اصواتهم الكترونيا من المنازل. بالتاكيد ده من الممكن مع مرور الوقت طبعا ومع التامين الشديد. بالتاكيد. ليه بقى؟ بتكلم على شريحة وصلت من الوعي والثقافة والنظام والانضباط بدرجة عالية جدا نظرا لطبيعة الحياة التي يعيشون فيها في هذه الدول، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وحتى الدول العربية. يجب البحث عن آليات تسهل للمصريين في الخارج لعملية التصويت عشان كمان تزيد نسبة المشاركة. انت بتتكلم على 9 مليون من لهم حق التصويت، حوالي 4 مليون، فبالتالي لازم يكون دي كتلة تصويتية مهمة جدا، مهمة جدا بالنسبة لعملية الانتخابات الرئاسية أو أي انتخابات قادمة. فبالتالي هي مسألة محتاجين بالفعل آليات جديدة، وما نخافش بأنه يحصل أي تلاعب، لأنه أنت بتتعامل مع فئة وتتعامل مع نظام دول مؤهل لذلك. في مسألة أن أنا التصويت الإلكتروني أو بالبصمة أو غيره. طيب.